تمام. رجعت في اول مباراه وفي مباراه السوبر تحديدا قدرت تفوز على نادي الزمالك. في المباراه النهائيه في كاس السوبر، في كاس الكؤوس انا اسف، اتغلب النادي الاهلي من نادي الزمالك. ايه الفرق ما بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه؟ عايز يس نعم. وي هاف ذا فيرست ماتش فور اس. في المباراه الاولى كانت ربما مباراه كنا نعرف انها المباراه الاولى والمباراه الهامه لنا في الموسم، لان هذه المباراه تعطيك الفرصه لان تلعب في افضل البطولات فيما يتعلق بالانديه، لان الكل كان يركز للغايه في هذه المباراه، ولعبنا كما خططنا تبعا للخطه الموضوعه. ولكن ربما في الفتره الاخيره او المده الاخيره في المباراه حظينا ايضا بحظ جيد، لانه في بعض الاحيان في المباريات يلعب الحظ دور ربما، وتكون لك فرص، تتاح لك فرص ربما، ولكن ربما كانت الأمور متشابهة. ولكن في الفترة الأخيرة ربما كانت هناك بعض التفصيلات لم تسمح لنا أن نتقدم ربما ونقتنص فرص ربما ضاعت. ولكن في المباراتين أنا فخور للغاية وفخور بالعمل الذي قاموا به، وأرى أنهم قاموا ببذل قصارى جهدهم. بالتأكيد كانوا يريدون الفوز، ولكن أنا فخور باللعيبة وهم يحاربون بقدر المستطاع. طيب، ماذا يعني التأهل لكأس العالم للأندية بالنسبة لدانييل جوردو؟ هذا من أفضل إنجازاتي ربما على الإطلاق، بالتأكيد لا شك في ذلك. الأهلي فريق كبير وسيكون في المكان الذي يستحق، وفي مكان سيكون هناك الكبريات الأندية. طيب، برضو عملت 4 أيام معسكر قبل مباراة السوبر في المغرب، مظبوط؟ هل المعسكر ده فرق معاك ولا يعني ولا ايه اللي حصل، ولماذا المغرب تحديدا في ذلك الوقت قبل السوبر الافريقي؟ يس اي ثينك اي دونت نو اكزاكتلي واي. لا اعرف تحديدا لماذا قرر مجلس الاداره الذهاب الى المغرب، ولكن كانت هذه فرصه لمشاركه اللعيبه وان اتعرف على اللعيبه بصوره شخصيه. كان هذا من المهم للغايه ان اتعرف على مشاعرهم وما الذي يمكن ان اساعده، النقاط التي يمكن ان ادعمهم واساعدهم فيها، وكان من المهم ان اعرف اللعيبة على المستوى الإنساني، وكنت راض للغاية من هذه الفترة. ولكن ربما كان من المؤسف أن لم تتاح لنا فرصة أكبر وأيام أكثر لأن أبني الفريق وأتعرف عليهم أكثر، وأيضا اللعيبة الذين جاءوا من قطر. ولكن هذه كانت الفرصة المتاحة، علينا أن نقتنص الفرصة المتاحة ونبذل قصارى جهدنا كما قلت، وهذا هو الشيء الأهم.